عملية ختان للأطفال بشفشاون تتحول إلى مأساة. تابعوا الفيديو والتفاصيل. بعضهم نقل إلى طنجة. عملية ختان للأطفال بشفشاون تحولت إلى مأساة، حيث كشف رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان سيد أقبايو عن تسجيل مأساة جراء عملية ختان جماعية نظمت في مدينة شفشاون في 20 شتنبر الماضي. إحدى الجمعيات قامت بعملية ختان جماعي بمستشفى شفشاون لفائدة 25 طفلا، لكن 5 منهم تعرضوا لأخطاء فادحة في عملية الختان أدت إلى فقدان شبه كامل لعضوهم الذكري، في حين أن 2 منهم تحاول أسرهما إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف أقبايو في تصريح إعلامي أن الطفلين 2 جرى نقلهما للمستشفى الجامعي بطنجة، في حين حالت 3 الآخرين شبه ميؤوس منها للأسف. أشار رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان أن أسر الأطفال الذين تعرضوا للأخطاء في عملية الختان يعيشون حالة نفسية صعبة، مضيفا أن حالة الفقر التي يعيشونها هي التي دفعتهم للتوجه للختان لدى الجمعية التي نظمت العملية. وطالب أقبايو بفتح تحقيق في هذه الواقعة وإخضاع مثل هذه العمليات للمراقبة الطبية والمتابعة البعدية لتفادي وقوع مثل هذه المآسي.